يا أخوان بسألكم سؤال، لولا نعمة، لولا الله عز وجل ثم نعمة الأمن والإيمان اللي احنا فيها، نقدر نجمع إلى الساعة 12 في الليل في هذا المكان؟ والله ما نقدر يا أخوان. ترى على فكرة في شيء احنا ما نعرفه أو غافلين عنه يا أخواني، حتى أن تعرفون نعمة الله. ترى في بلادنا الآن، بلادنا المملكة العربية السعودية تراها في حرب، ترى جيشنا قاعد يحارب، ومع ذلك انظروا للنعمة اللي احنا فيها. أقسم بالله في رجال الآن على الحد الجنوبي، جنودنا البواسل، قاعد يقدم روحه وقاعد يضحي بعمره عشان أنت تتهنى في حياتك، عشان يستقر أمننا، عشان الله عز وجل يديم علينا ما نحن فيه. قاعد يسهر عشان أنت تنام، وقاعد يتعب عشان أنت ترتاح، وقاعد يقدم عمره عشان أنت تهنى بحياتك. أقسم بالله العظيم ما فينا خير إذا ما دعونا لهم، وإذا ما قلنا لهم إحنا معكم بقلوبنا بكل ما نملك، إحنا معكم. اللهم انصر جنودنا المرابطين، وادم علينا أمننا وإيماننا، وصل اللهم وسلم على